السلام عليكم، كملوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا وجميع العشرين ديالنا وجميع اللي كيتضامن مع محمد الطبيب. كنبلغوا السلام لجميع الاخوان ديالنا في اي بلاصه في العالم، داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج. كنبغوا التحيه ديالنا من هذا المبرده، وكندعيو معاها بالتيسير والصحه والعافيه وطول العمر. رانتوما عارفين القصة ديالنا اخواتي، راه قصة اجتماعية بامتياز، والحياة اللي كتكون مدمرة عند بنادم وبعض اللقطات تبعوا معايا القصة حتى النهاية، علاش القصة اللي كنعاود لكم قصة اجتماعيين، وراه الناس بزاف ديال الناس وقع لهم بحال اللي كنعاود لكم في هاد الحياة هادية. وبالحق بنادم باش تبع معايا حتى الاخر باش تعرف بنادم كيفاش كيوقع له في هاد الحياة. قصة اجتماعية امتياز اللي كيعيشها بنادم حنا بحالهم. بغينا نعاود لكم قصة داخل السجون، هي داخل السجن فيه بزاف ديال النموذجات وبزاف ديال الإنسانات وبزاف ديال الناس اللي عندهم مشاكل داخلين عليها الحبس، وبالحق عندهم مشاكل برا مع العائلات ديالهم، مشاكل مادية كتكون مع العائلات، قصة ديال الورث وديال الحقوق اللي عطى الله العبد ديالو. كل واحد عنده الحق ديالو في هاد الحياة، علاش الورث راه حق، حقاني الله سبحانه عز وجل حلل الورث. أي واحد كيدي حقه وأي واحد خصو رزقه، يكون شاجن ولا يكون أي واحد في العالم، بحال بنت بحال ولد بحال هادي، هاديك الحقوق في الله سبحانه عز وجل، كما داوها الأجداد ديالنا كنديوها حتى حنايا. أول حاجة اللي حل الله، ميمكنش يحرمها شي واحد ولا عوجها شي واحد. شفنا ناس حاجة حل الله، حقوما حلوها على الرسول، حرموها على ناس وحلوها على رسول. وتبعوا معنا القصة الاجتماعية بامتياز باش تعرفوا كيفاش غيوقع في هذه القصة هذه. القصة هذه اليوم اللي غنعاود لكم اخوتي، تبعوا معنا حتى الاخر على حساب ياش. واحد السيد صديق ديالنا عاش معنا، كان محكوم 15 سنة ديال السجن، وهو اللي عنده بواه، الوالدة ديالو عندها واحد الولد، هو هذا الولد هذا اللي في السجن معانا، دخل باقي صغير في العمر ديالو شي 20 سنة للحبس، تحكم ب 15 سنة، ولد ما باش وكدا هادي، أنت كتعرف عطاش ومخالطة وكدا هادي، دبر 15 سنة دخل السجن. الوالد ديالو كان عيان، قبل ما يدخل هاد الولد هذا للسجن، الوالد ديالو ماسك عليه الله من مزيان، وكان عيان مريض. مني هاد الولد هذا دخل السجن كما كيعاود هو مسكين، دخل للسجن وكذا هادي، الوالد ديالو تزاد عليه الحال، هو اللي عنده كذا وهادي، بحال بدا كيتفقاس ومرط على هاد الولد هذا، وما كانش كيتسلط له، وهو اللي عندي هو اللي كذا وهادي، وشكون اللي غيقابل شكون غيعمل شكون هذا. المهم كما كيقول هاد الولد هذا، كيقول الاب ديالو وصى الام ديالو على بناه وهادي، هو مرات وكذا، وإلا قدر الله شي حاجه زعما راه انتينا هي المسؤوله في كل شيء وكذا وهادي، وهاد الشيء هذايا يخرج هو إلا بقى العمر طويل، ها اللي غتعمل ها اللي غتعطيها اللي غتعطيها اللي غتعمل اللي غتعمل. قد صافي السيد كان مريض، الولد ديال الله ضرب شي 3 سنين ولا 4 سنين، الأب ديالو توفى، يماه باقا صغيرة، جهدها ما تفوتش 40 سنة، المرا واقفة، لا أنا قلت لكم العيد دخل عندو 20 سنة للحبس، المرا تزوجت باقا صغيرة. و مثل الرجل هي باقا صغيره، وهذا الولد هذا واحد اللي عندها، داروا بها الشياطين في الانس، دار بها واحد بنادم اليوم غدا وكدا هادي، تعاون معاك كدا نوقفوا مع الواد نعملوا نصنعوا هادي نتعاونوا على الزمان وكدا هادي ونتينا كدا. المهم كلال المخ ديالها، هي باقا واقفه ومزيانه وكدا هادي، والرزاق كاين، عندها بنا في الحبس صافي، بنا راه ضارب شي 5 سنين تقريبا، كان ضارب 4 سنين، دخل 5 سنين مات الأب ديالو، باقي له 10 سنين ديال السجن. دخل مع هاديك بنادم، دخل معاها ما طنطن، أول عام تعاونو غنعملو غنصنعو، حتى دخل معاها في الكلام الصحيح، بإذن يتزوجو وكدا وهادي في الحلال وكدا وهادي، ويكون داكشي قانوني وكدا وهادي. دخل معاها زدا في الدار حتى تزوجها، بنا ما كاينش، بنا في السجن. جوجها بقات من السرقة ديالها، قال خلي هذاك الشيء هذاك تيخرج الولد وكذا وهادي، بقات كيمشيو لعندو، بقاو كيمشيو لعندو حتى الله فيه وكذا وهادي. المهم جبد الحبس هو وكذا، وحنا رجعو الخبر، إذا الأم ديالو راه تزوجت
شحال هادي ما هي مع في الزياره كيتاولوا كذا. قالت له يا وليدي وكذا هادي. وراه دابا عندي جوج دراري، جوج خوتك، عندي بنت وولد. ياه تزاد جوج الوليدات مع ديك السيد الثاني، بنت وولد. بقى مسكين هو عنده هانية، والوصية الأب ديالو عارفة ليلو، زعما هو ما غيكونش إنسان زعما شي واحد هايدا ولا كدا. هو الأولي في خوتو، هو اللي كان عند باباه، وباباه موصي عليه، وباباه عزيز عليه هاد الولد هدا، يكون بخير عاد سالالو على الحبس ديالو. إيوا خص عاد يقول لكم أخوتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. طمعة الدنيا قبيح، وبنادم كاين بعض الناس أخوتي والله العظيم ما تسالوني حلفي، لكن نساو الدنيا والآخرة على الطمع ديال المال، على الحياة وعلى طمع الدنيا. شحال من واحد كيدي متاع عائلته، شحال من واحد كيدي متاع خواته، شحال من واحد كيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو هادو اليتامى، هو هذا اللي كياكل الحاجة واحد آخر، ويخلي مسيف في الزنايق متاع عيش وهو مسيف في الزنايق. هادي كيفاش بغيتي تلاقى الله، وكيفاش غادي ما لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفنا بزاف النموذجات بحال هادشي هدا، وتبعوا معنا كيفاش غيوقع. هاد الولد هدا بقى كيضرب الحاج ديالو، قرر باقي له شي 6 سنين ولا 5 سنين وكدا تقريبا، ضرب 10 سنين، وعندو جوج خوات أخرين. دابا هو فعلا راجل ديال الماه وكدا وهادي، والأمور بخير، باباه خلى الخير. مني عاد يخرج أخوتي ضراب ديك الحبس وكدا وهادي، وسبيرا مزيان أضراب ما تيسر. تجي واحد السماحة، جات واحد السماحة، وديك السماحة كانت مزيانة وكدا وهادي. وواحد النهار حتى كيصبح برا، صباح برا في الحرية وكدا وهادي، جا قاصد الدار ديالهم، ما كيجبرش ديك الدار اللي كان فيها هو وباباه ويماه. هاديك الدار تباعت، عاودوا له على الناس اللي كيعرفوه تما، والجير اللي كيعرفوا باباه وكيعرفوا يماه وكيعرفوه حتى ليلو. قالوا له فلان راه ولاو كيسكنوا في المطاع كدا كدا، شي واحد ورالو كدا هادي. جا هاي على سكنه ولات وعلى هاي هاديك. مني جا رحبوا به، ديك الروايات كدا وهادي، رحبوا به، ادخل كدا هادي. جبر ديك الجلعول بداو كيتنفسوا، ديك البنت وديك الولد. الراجل ديال ما رحب كدا هادي، ويما زعما بحال تقول بصح. ايوا انت كدار. بقى ديك ايام تسمى وكدا وهادي، كترشو يما وهادي، كيمشي كيتباصاي وهادي وهادي وهادي. ضرب مدة، واحد النهار جالسين كيتعشاو بحال هيدا، وهي الدور الهضرة ديك الراجل ديما فلان. قال نعم، وشنو باغي تعمل في الحياة، وشنو باغي تكون، اش باغي زعما تعمل في المستقبل ديالك وكيفاش وكدا. قال له انت كتشوف على الله، مكره ناسي الصنعة ما كاينش، ما كراناش نخدمو ولا نبيعو نشريو ولا نعملو شي حاجة بحال هيدا. وأنا الأب ديالي راه كان وصاني وكدا وهادي، قال لي زعما مني سهل الله وكدا وهادي عادي نشوف شي تجارة ولا شي مشروع ولا شي كدا ولا شي هادي. قالت له هضرة كدور كيتاودو ديك الليلة مع بعضهم، هي هاديك. قال له عنشوف شي بيعة وشرية ولا كدا نعمل. بقات له هضرة ماشية مزيانة مع بعضهم، فين ما كيكونوا قصارين ولا كذا كدور على هضرة الخدمة، هما بحال كيدق عليه، كاين ما كيكونوا جالسين بالليل وكذا كيدق عليه، إذا أنا فلان راه ما جلس والو، خص بنادم يتحرك، خص كذا خص. واحد الليلة شراو الصداع، شراو الصداع وكذا وهادي، مع قال له شوف لا كنتي ما عاد خدم ما عاد كذا هادي، خرج ليا من داري. قال له كذا وهادي، الأم ديالو بقات ساكتة مع دار فيه بنادم. قال له لما كنتي عاد خدام وتبع الطريق معوطه وكذا، وكنتي معوط وكذا، هادي خصك تخرج ليا من داري، هادي ماشي دار دباك وماشي كذا وماشي هادي ماشي. اول مره كيتحقر قدام يماه، ما هضرت ما والو. ناض هو مع شويه هيدا ديك اللعبه النفيسه وكذا، خرج من الدار، خرج من الدار وكذا. هادي اتصاب شي 20، انت كتعرف شي 20 عاوم عاشر معاهم وتعارف معاهم وكذا. هادي بيتين على الخمر، بيتين على الشراب وكذا وهادي، وكيخمم في ديك المشكل اللي جرى عليه الراجل ديال ما مصدر. كيقول دابا شنو نتاع ديال بابا فين هو، وهذاك نتاعو كيقول ديالو، ونتاع بابا فين هو، والوصيه اللي كان كيهضر مع يما وهضر معايا انا في الحبس، وهضر بدا خصو يبحث هذا وكيهضر مع الدراري. قالوا له بحال والو يكون كذا كذا، انت كتعرف بنادم بالانس اخوتي، الشياطين في الانس.
بحال والو يكون جمع على كل شيء وكذا وهرب على المراه وعمال وصناعه وكذا وكذا وبداو كيعمروا. اي هادي خرج من الدار ما بقى سيزا وكذا هادي واحد النهار هو يسمر على الام ديالو سمر على الام ديالو وكذا وهادي ايوا بدا كيساود هو وياها قال لها كيفاش زعما وكذا وانا كذا لا لا قالت له شوف وليدي الا بغيتي تخدم وتدبر على راسك وتعمل وتصنع وكذا انا معاك انا نجيب لك باش تقضي وانا نجيب لك كذا وانا هادي وانا هادي اما وليدي الحقيقه هذيك راه الدار ديالو كلشي دابا ديالو كلشي عندو على سميتو سميه ولادو كذا وهادي انا معاك شي حاجه الا كانت كذا انا معاك المهم مع كان كذا هادي تاب في الوالده ديالو حس بشي حاجه ماشي طبيعيه الدنيا تقلبت به تقلبت به الدنيا وبقى على الخمر بقى على الخمر والروينه وكذا وهادي مدة طويلة هيداك والناس كيعرفوا شنو كاين ولد الحاج فلفلاني بابا كان ماسك عليه الله وكذا وهادي أو تو ديك الراجل ديما تعدى عليه الدارو نتاع باباه وكذا والهضرة كدور بحال هيدا بدات الهضرة كدور وطولات ديك الهضرة بدات شاعت شاعت بنادم على الخمر وكذا وهادي فيما كان شي مخدر فيما كان كذا هادي حتى ولا بنادم الحالة ديالو عارف الزنايق وكذا تشوفو تقول ماشي هو هذا ديك فلان اللي كان بابا بخير وهادي تبلا بالغبرة تبلا بالغبرة بالهيروين ولا جانكي كاين عاس عام عجناكا وديك الدراري ليلة يلا محمد رسول الله باغي عينتحرو فيما كانت شي ولية قبيحة كيعملا وكدا وهادي صار مبقاتش هاديك الولد فلان فلاني اللي باباه كان بخير والأم ديالو بخير وكذا وهادي إنسان ولا دايع ولا كيجي مره كيدق على يماه وكذا هادي كدبر عليه كدبر عليه وكذا بحال براني وصافي انسان جانكي مقود عليه موصه تبدل الحاله ديالو تبدلت الصحه ديالو رجعت الله وراه مقاش ديك فلان اللي كان نور على نور وكان الزين فيه وكان الصحه وكان كذا ولا انسان عاق والام ديالو عاد كتشوفو كذا وما قادراش يهضر علاش عندهاش ولاد اخرين وعندها راجل وكذا والله يسمح لنا من الوالدين بعض النساء راه كيقلبوا الايه وكيقلبوا الاولاد بالرجال شحال من وحده وشحال من واحد كيبدل سيب ولادو ولا يبدل ولادو بواحده اخرى او لا هي تبدل واحد تبدل ولادها بواحد اخر كتولي عندها راس جديد او لا واحد كتولي عنده مراه جديده من اجل الماده ومن اجل طموح الدنيا وبزاف ديال الحالات كيوقعوا بحال هادي وكانوا معنا داخل الشجون عدد ديال الشجون سامحوا فيهم والديهم هو السبب هو هذا هو الورد الورد الفلوس الناس طمع الدنيا خوتي ما كيعقلش على واحد اخر وكينسى الله وكينسى الطريق ديال الله وكينسى الحاجه حل الله كيحرمها بيدو ويكون تاع ديك الناس اللي مساكن كتعرف كتمرد في الدنيا اخر كتشوفو في الزنقه مسيب كيحبو والحاله ديالو ماشي مزيانه وعارف انت ناكليتي له رزقو وعارف انت اللي دمرته وعارف انت اللي خرجتي عليه وعارف 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 بزاف الاشياء بحال هيدا والناس كيكونوا بعد الشهود في الدنيا وفي الاخره كيعرفوا الاب ديالو والام ديالو مني كان الولد قبل ما يخلق هذا الولد كيعرفوا مني تزوجوا ومني كانوا مع بعضهم والاب ديالو شنو كان عنده والهضره كتدور في المجتمع باذا انا دا ولد البلاد الحاج فلان فلاني وباباه كان مرض مسكين بديك المرض وتوفى وخلى الرزاق الراجل ديال ما جمع كل شيء وهاد العائله هذا كان وقع له واحد المشكل الهضره كتدور بزاف اخوتي كدور بزاف وديك الولد هذاك واخا جانكي كيستعمل الغبره كل نهار كتدخل له هاد الهضره في الراس ديالو وكيتلاقاوها ناس وكيحيو مع الرحيم وكيهضروا معاه واخا هذاك كيسعى ولا الحاله ديالو خطيره وما عندك ما تشوف فيه وكنسعوا الله التواب والغفران مسكين عاف الخلاوات بسيب في الزنايق ومعروف سبابو ديك الدخله للحبس كنقولوا للشباب رد بالك اخاي راه بعد الحالات انتينا النيه ديالك على الحبس كيجيب لك الله على الحريه تمشي غيمشي لك كلشي الحياة ديالك كاملة غيمشي لك ويمشي لك المستقبل ويمشي لك بزاف ديال الحاجات وعدد الناس مشاو حتى رزقهم ورزق والديهم وهما في الحبس كاين اللي عملوا له باش نخرجوه كاين كل واحد وكاينش عملوا له باش داو له نتاع والديه هذاك وباش داوالو بطريقة الأم ديالو دخل بنادم على الأم ديالو دا الأم ودا الرزق وبقى هو مسيب برا على حساب ياس مكانش حاضر هذا هو المغفل اللي كنقولو حنايا هو هذا المغفل في الحياة ابقى هايدك قايدك وكدا هادي واحد المناسبة ولا شي عيد ولا كدا جا كيدق على يماه خرج من عندو هداك
انا في الطوب داك يجري عليه وكذا، وهذه الام ديالو هضرات حتى هي دفع عندها خلقه لا نتينا ولا هو ولا مشي معاه، بغيت يمشي معاه وكذا، وهذه عطاها ما نعرفش منظر، هو كيتشوف ديك الحاله وكذا، كيتشوف الام ديالو واخا هذاك هو عايش مكربص والحاله ديالو ماشي مزيانه، ما تصططلوش. بدا كيسبل ديك السيد وكيرج ديك الباب مع ديك الراجل ديما صحيح وكذا، وهادي هو يخرج ليلو ما نعرف كيف تشانكو اخر، عنده واحد السطنيادور كيف تشبيه بالزبل واحد السلك، قولوا حنا بحال بينشو كيسميوها بينشو ولا كذا، واحد المسمار بحال هذا هو يتكيه بديك الراجل الاولى والثانيه ما نعرف كيفاش، اخر غوت غوته واحده طاح ناضت مرا كتغوت ناض كلشي كيغوت، ما جاو لحقوهم الطبيب تا كان قدامو الامانه امانتو، هاد الود هاد الجنكي هذا اللي مسيف في الزنايق وضعف حياته وضعف المستقبل ديالو، هاو صدقات الراجل ديماه على حساب كيتعدى عليه وتعدى له على يماه وكلا له متاع باباه كامل، في الاخر كتعرف كيعملوا له قط كيجيبوا له الحبس الحاله ديالو، هو ميت اصلا ماشي ديك السيد اللي كنا كنعرفو، بقاو عليه بالدواوات والسخط والدوتشات وبزاف د الحاجات معاه باش يرجع على الوعي ديالو، كيعاودنا كيفاش عمل كيفاش وقع. الام ديالو بدات كتجي عنده واخا هيداك قتل الراجل ديالها بحال حيد عليها واحد الغمه، باش كنقولوا للشباب ردوا بالكم راه بعض الحالات قباح كيوقعوا في الدنيا، تشوفوا كيفاش وقع له لا دنيا لا اخره، وبقى مسيب في الاخر عاد يحكموا عليه ب 20 سنه ديال السجن، عايدة هو ضرب واخر ضرب واخر حشا في هذيك المسمار اللي عطى الله عطاه، وبقى في الحبس هذاك ب 20 سنه او كان ب 15 ورجع ب 20، والام ديالو كتمشي وتجي عنده، وبداو ديك خواتو كيكبروا، اذا هو اللي قتل لهم باباهم، لا اله الا الله محمد رسول الله. باش كنقول لكم اخوتي الشباب بنادم يرد باله ويرد باله على حياته وعلى المستقبل ديالو وعلى والديه وعلى صحتك، رد بالك على صحتك، رد بالك على عقلك عنده يهرب لك، رد بالك في الحياه، راه خلقنا باش نعيشوا ماشي خلقنا باش نطيشوا، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وباقي ما يتعاود اخوتي المغاربه وبزاف الحاجات كيوقعوا في هذه الحياه، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ الشباب كاملين، وردوا بالهم راه بعض الحالات ما دنواهمش حتى كيوقعوا، ورد بالك اخي راه السخانه كتولي بروديه، ولا اله الا الله محمد رسول الله، وسمح لنا بزاف وعاش الملك.